خربت عليك السيارة وتحتاج شركة غيار وحدة لوكالة لكن سعرها غالي أو القطعة غير متوفرة وحاب تشتريها من مواقع خارجية من خارج السعودية عن طريق المواقع، فخايف تشتري القطعة تطلبها توصل عندك والقطعة تكون ما هي نفسها. فالآن أعطيك الموقع دخل فيه رقم الهيكل يعطيك رقم القطعة المطلوبة بالضبط. تكتب في جوجل بارتس سوق، تجي هنا عند أول رابط تفتحه، تظهر عندك الصفحة هذه، تختار بنفس الماركة السيارة أو الأفضل لك تحط رقم الهيكل هنا. أنا بسجل رقم الهيكل الخاص بالكامري، تسوي الشارج، تجيك هنا الكتالوج حق القطع الغيار حق السيارات، نختار منها على سبيل المثال القطع الكهربائية هنا الخاص بالليديتر. تجيك هنا الكتالوج يفتح عندك هنا، تحتاج هل تحتاج الليديتر أو المراوح أو المسامير أو الليات. على سبيل المثال أحتاج إلى المراوح، أضغط عليها هنا تفتح لي الصفحة هنا، طلع المسمار حق المروحة، هاي المسمار وهذا رقم القطع غيار. نشوف قطع غيرها، مثلا عندك الدينامو حق المراوح، أضغط عليه يجي هنا الدينامو حق المراوح، رقم القطعة وسعرها هنا بالدولار. نشوف غيرها على سبيل المثال هنا المراوح، جينا هنا المراوح هذا رقم القطعة وأعطاني هنا بديل لها، هذا البديل لها وهذه أسعارها. وبالتوفيق للجميع.